مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام، ولم تعود بعد ذلك بلاد كفر. ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة. وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود إلى أن تكون بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله.